بسم الله نبدأ بها درس حل المعادلة والمتباينة من الدرجة الأولى. يعني إيه معادلة رياضية؟ يعني طرف بيساوي طرف، في طرف في طرفين بيساوي بعض، كفة ميزان بتساوي الكفة التانية. طب يعني إيه متباينة من الدرجة الأولى؟ من الدرجة الأولى متفقين يعني س أس واحد، س أس واحد. إيه المتباينة يعني إيه؟ المتباينة يا أصحاب الرياضية يعني طرف أكبر أو أصغر من طرف تاني، هما طرفين في طرف أكبر أو أصغر من الطرف التاني. طب تعالوا نحل المعادلة التالية، بيقول لي س زائد 5 بيساوي 12. إذا كانت مجموعة التعويض 3 و5 و7 و8، هو عايز يعمل إيه؟ عايز يوجد مجموعة حل المعادلة دي. مجموعة حل المعادلة دي طبعا المجهول فيها هو س، والطرف س زائد 5 بنسميه الطرف اليمين بيساوي الطرف الشمال اللي هو 12. طب هنشيل الس ونعوض عليها برقم، رقم من مجموعة التعويض. أول حاجة لما س بتساوي 3 هشيل الس في المعادلة وأقول 3 زائد 5. هل هي 3 زائد 5 بتساوي 12؟ التلاتة زائد خمسة لا تساوي 12، ولما احط شرطة كده على اللي يساوي يبقى لا تساوي، معناها لا تساوي، يبقى التلاتة مش من مجموعة الحل، التلاتة مش من مجموعة الحل. طب تعالوا نجرب معانا س بيساوي 5، اشيل الس واحط مكانها 5 في المعادلة، تبقى 5 زائد 5. 5 زائد 5 بكام يا اصحابي؟ ب10. هل هي بتساوي 12؟ لا، يبقى 5 مش من مجموعة حل المعادلة. طب س بتساوي 7، اما س بتساوي 7 يبقى 7 زائد 5، 7 زائد 5 ب12. وصلنا للمجهول اللي هيخليه لي الكفتين متساويتين، الطرف ده بيساوي الطرف ده. طب لما س بتساوي 8، 8 زائد 5 بتساوي كام؟ بتساوي 12؟ لا، دي بتساوي 13، يبقى لا تساوي ال 12، يبقى ال 8 مش من مجموعة حل المعادلة. يبقى هنكتب على طول مجموعة الحل بتساوي، نفتح قوس، هي 7 فقط اللي بتحقق لي ان طرفين المعادلة بيكونوا متساويين. طب تعالوا نشوف المعادلة التالية، 4 س ناقص 3 بيساوي 9. لو كانت مجموعة التعويض كام؟ 2 و3 و4. طيب هنشيل الس المجهول اللي في المعادلة ونعوض عنه برقم، رقم من مجموعة التعويض. لما الس الأول تساوي 2 هشيل الس في المعادلة اللي هي 4، 4 دي مضروبة في س، يعني 4 في 2 ناقص 3. هل هي بتساوي 9؟ هنشوف 4 في 2 بكام؟ 4 في 2 ب8، 8 ناقص 3، 8 ناقص 3 5، يبقى لا تساوي 9، يبقى الاثنين مش من مجموعة الحل. طب س بتساوي 3، أشيل الس في المعادلة، 4 في 3 وأحط مكانها 3 ناقص 3. هل هي بتساوي 9؟ لما نشوف 4 في 3 ب12، 4 في 3 ب12، 12 ناقص 3 كام؟ أيوة 9، يبقى التلاتة من مجموعة الحل. تعالوا نشوف س بتساوي 4، طب هشيل الس في المعادلة وأحط مكانها 4، يبقى 4 في 4 ناقص 3. هل هي بتساوي 9؟ 4 في 4 ب16، 16 ناقص 3 بكام؟ ب15، ب15 يبقى لا تساوي 9، يبقى الأربعة مش من مجموعة حل. حلوة، مسائل سهلة وظريفة ونمشي معاها خطوة خطوة. يبقى أخيرا نكتب مجموعة الحل بتساوي، نفتح قوس، الرقم الوحيد اللي حقق لي طرفين المعادلة متساويين هو الرقم 3، وبكده تكون المسألة انتهت. طيب حل المتباينات التالية، احنا اتفقنا معنى المتباينة ان في طرف أكبر من طرف أو في طرف أصغر من طرف. طب المتباينة بتقول س زائد 3 أقل من 5، يعني الطرف اليمين الس زائد 3 ده لازم يكون أقل من 5، لو كانت مجموعة التعويض 4 و3 و2 و1 و0. طيب هنمشي واحدة واحدة نفس خطوات حل المعادلة، هشيل الس المجهول في المتباينة وأحط مكانها رقم، رقم من مجموعة التعويض. لما س بتساوي 4، لما س بتساوي 4، 4 زائد 3، 4 زائد 3 بتساوي كام؟ بتساوي 7، 4 زائد 3 7. طب السبعة أقل من 5؟ لا، السبعة مش أقل من 5، يبقى الأربعة ما بتحققش المتباينة. طيب لما س بتساوي 3،
سين بتساوي 3. هشيل السين واقول 3 زائد 3، 3 زائد 3 هل هي اقل من الخمسة؟ 3 زائد 3 6، الستة مش اقل مش اصغر من الخمسة، يبقى التلاتة برضو مش من مجموعة الحل المتباينة. طب الرقم اللي بعده سين باتنين، طب اشيل السين، 2 زائد 2، 2 زائد 3، 2 زائد 3 5، طب الخمسة اقل من الخمسة؟ لا طبعا الخمسة بتساوي الخمسة، يبقى الاتنين مش من مجموعة الحل. طيب نشوف السين بتساوي 1، نشيل السين ونحط مكانها 1، 1 زائد 3 هل هي أقل من الخمسة؟ 1 زائد 3 4، يبقى تمام أقل من الخمسة، يبقى الواحد عندي من مجموعة حل المعادلة. وآخر رقم سين بتساوي 0، 0 زائد 3، 0 زائد 3 ب3، هل هي التلاتة أقل من الخمسة أصغر من الخمسة؟ صح، يبقى الصفر معايا من مجموعة حل المتباينة. يبقى في الآخر بقول مجموعة الحل طلع عندي أفتح قوس وبينهم فاصلة الصفر والواحد، الصفر والواحد من مجموعة حل المتباينة، هما الرقمين الوحيدين اللي في مجموعة التعويض اللي حققوا لي المتباينة. طيب إذا كان 2 س زائد 5 أكبر من الاتنين، عندنا طرف الأيمن أكبر من الطرف الأيسر اللي هو الاتنين، ومجموعة التعويض عندي باتنين سالب واحد وصفر واحد، هناخد هنشيل السين ونعوض عليها رقم رقم، نعوض بيها برقم رقم من مجموعة التعويض. لو كان س بسالب 3، خلي بالك معايا هشيل السين في المتباينة وأقول 2 في سالب 3 زائد 5، هنشوف هل هي أكبر من الاتنين ولا لأ. 2 في سالب 3 بكام؟ 2 في سالب 3 بسالب 6، طب سالب 6 موجب 5، اشارتين مختلفتين بطرح واحط اشارة الكبير يعني تطلع سالب 1. هل السالب 1 اكبر من الاتنين؟ لا غلط، يبقى السالب 1 مش اكبر من الاتنين، السالب 3 ما بيتحققش المتباينة. طب السين بتساوي سالب 2، تعالوا نعوض، 2 في سالب 2 زائد 5 يساوي 2 في سالب 2 بسالب 4 زائد 5، تطلع بكام؟ تطلع بواحد، 5 ناقص 4 1. هل الواحد اكبر من الاتنين؟ لا الواحد مش اكبر من الاتنين، يبقى سالب 2 مش من مجموعة حل المتباينة. س بسالب 1 الرقم اللي بعده نقول 2 في سالب 1 زائد 5 بتساوي 2 في سالب 1، تطلع بسالب 2، سالب 2 زائد سالب 2 زائد 5 بكام؟ يعني 2 5 ناقص 2 ب3. طيب تمام، هل التلاتة اكبر من الاتنين؟ ايوة تمام صح، يبقى السالب 1 من مجموعة حل المعادلة. طب السين بتساوي 0، يبقى 2 في 0 زائد 5، 2 في 0 بصفر زائد 5، والخمسة اكبر من الاتنين، يبقى تمام الصفر حقق لي مجموعة الحل من ضمن مجموعة الحل. طب س بتساوي 1، تبقى 2 في 1 زائد 5، 2 في 1 ب2 زائد 5، 2 زائد 5 بتساوي كام؟ بتساوي 7. هل السبعة اكبر من الاتنين؟ تمام السبعة اكبر من الاتنين، يبقى الواحد من ضمن مجموعة الحل. طيب يبقى مجموعة الحل معايا مجموعة الحل المتباينة، نفتح قوس الرقم اللي حقق لي سالب 1 والصفر والواحد، 3 ارقام مجموعة حل المتباينة. وبكده يكون المسائل انتهت، خطوات سهلة وبسيطة مع نفهم نتعلم ببساطة.